السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحط اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده يا جماعه الروتين بتاعنا ايه؟ هنعمل يا حبايب قلبي روتين في الصاله. داليا كانت نايمه هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، البطاطين بتاعتها محطوطه اهيت، هي بتشغل التكييف على السخن وبتنام هنا في الصاله، تجيب الركن على بعضها وتنام هنا يا حبايب. فانا قلت لها بقى قومي يا داليا بقى عشان هعمل روتين هنا، قالت لي يلا قومي هعمل معاك الروتين. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه يا حبايب علي. هنبدا بقى مع بعض، يلا انا هطبق لك دولت ودخلش دخلي ما انا هطبقهم لك. عارفه الدكتور اللي معاكي؟ خدي بقى دي معاكي ودخلهم جوايا كده. انت عارفه عشان ندخل المخلفات دي نزل كده يا حبايبي عشان خاطر ايه؟ هرجع اللوك لمكانه. نبدأ يا حبايبي هننفض الركن. هو كده وشي من قبل الطلب زي يا حبايبي كده. خلصت الايه؟ تنفيذ الركنة. هنلمس بقى السجادة دي، بس انا هشيل السجادة ده، مش هشيل دي لان مسحتها نضيف، كنت لسه شايلاه ولسه فرشاها نضيفة يعني، فانا هشيل من هنا وهمسح من هنا وانضف من هنا، وديت ايه هتنسى كده على الوش. خلينا نقولها على السلم ونفضها على السلم. شيل معايا بقى كده ده، شيل معايا الترابيزه عشان الخلع ما يجيبش. بس خد بقى الكنسة داخلها جوه كل ده. داليا بقى عايزه تكنس يا حبايب قلبي، هي اللي تكنس. اكنسي يا داليا، هي لازم تتعلم يا جماعه، لازم تتعلم تكنس وتتعلم تروق معانا. ويا داليا بسم الله ما شاء الله عليها شاطره وبتنضف معايا. لما باجي اعمل اي حاجه بتدخل معايا، حتى في المطبخ برده بتبقى معايا في المطبخ. شجعاها يا جماعه، حط لها لايكات لايكات واشتراكات كده يا حبايبي.
اجيبي يا جماعه جروفه. تعالي بقى عشان تجيبي لي الميه. نضفتها وخلتها جميله ازاي؟ كنسها حلوه يا جماعه والله، شايفين؟ خلتها جميله. هتنولني بقى الميه وانا اللي همسح بقى الصاله. هات لي ده. هحط بقى ميه على الفرن وهنمسح بيها. خلصنا اهوت مسح حبايبي، هسيبها بقى لما تنشف وانا بفرش السجاد هوري لكم حبايبي. هجيب بقى السجادة التانية استنى عشان ما تنسى تجيب بعد ده اللي فيش قلبان. شدي يا امي شدي معاك تاني. شدي انت اول دول. نجيب الحافظه بقى عليها. وخلاه تحت السجاد. شدي المحيط.
شيليها من عليها، شيلها ازاي؟ انا احطها هنا كده على الشوك. مش كمان من كده، بس الدفايه دي تعالى على جنب الهواء. شيليها كده يا حبايب قلبي. ايه، نكون خلصنا الفيديو بتاعنا وفرشنا كده، قولوا لنا ايه رايكم؟ شايفين؟ شايفين بقى، شايفين الصلاه بقت جميله ازاي؟ اهي يا جماعه شايفين؟ خلينا الدنيا زي الفل. بننزل بقى الستاره كده برده اهيت، بنعملها بالنص كده. ما انتوا شايفين احسن من كده؟ لا مش قوي كده، زي ما انتوا شايفين كده. قولوا لنا بقى رايكم اهوت. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا كل جديد. يلا سلام.